كل واحدة أول شيء تكتب اسمها في أعلى السبورة، في أعلى السبورة خلي فراغ، أبغى مكان كبير. يلا أكتب اسمك في أعلى السبورة، أكتب اسمك في أعلى السبورة، أكتب اسمك على السبورة بسرعة بسرعة. بسم الله عشان نبغى أكتب اسمك فوق في أعلى السبورة عشان نعرف ناي سبورة. يلا أكتب هنا، أكتب اسمك كذا هنا هنا هنا. أيوة ما يبان ثلاثي ولا كذا آخر أنا عطني مساحة مساحة بغا اسود. اسمي كامل. بسرعة امسح بيدك، امسح يدك عشان الوقت. اسمي كامل. والله عشان توصل. لا اسمك بس، اسمك بس، اسمك الاول، اسمك الاول بس تمام. بس يعني رد بس. ممتاز جواهر افضل شيء. شوف كتبت من اللي ما يبين. طيب الان السؤال الاول جاوبي عليه. اصبر اصبر اصبر. يلا الوقت عشان يلا يلا يا بنات يلا. لحظة خلنا انت خلصتوا؟ لا خلاص. اسمك يلا اسمك جواهر. اسمك يا اسمك. السؤال الاول، السؤال الاول معنا الصديقه. اكتب الصديقه المفضله لديك، اكتب يعني واحد واكتب الصديقه. هنا مدرسه ولا في المدرسه؟ هنا هنا اقرب صديقه لك. اي واحده هنا. اي شيء اي شيء اقرب. اي شيء اقرب صديقه لك من اي مكان. اقرب صديقه لك طيب من اي مكان. من اي مكان هنا او من العائله. يلا واحد واسمها صديقه لك. قلمي ما يكتب. اقرب صديقه لك، اقرب صديقه لك حطي اسمها الاول فقط عادي. في المدرسه يعني في اي مكان في العالم. يلا في المدرسه، في العائله، في المدري ايه، في دوله ثانيه. ما بشينا هنا اسمها كامل. ايه لا اسم. نعم. بس اسمها اسمها كامل. اسمها يلا. كامل اسمها الاول فقط. اسمها الأول. الاول بس اوكي. تبغى تكتب انا اسمها كامل عادي. تبغى تكتب اسمك لا تقول الاسم. بس لا تقول الاسم، ما تقول الاسم، خليك ساكت خلاص. طيب الان بعد كذا اكتب رقم اثنين. اكتب اثنين رقم واحد. جواب رقم واحد. رقم اثنين الاكله المفضله لديك. الله بدون ما تتكلم. بدون ما تتكلم. كيفك اكلات تحبين؟ تحبينها تحبينها تحبي تاكليها اي وحده بدون ما تتكلمي. اكتبي اثنين واكتبيها يلا بسرعه. لا انا اوه عاد انا احب اكله حنه حنه. يلا باستا. يلا تناظرين احب باستا. انت تكتبي قرصان؟ لا ما احبها. يلا رقم ثلاثه اكثر لحظه ماده بسرعه عشان الوقت. بسرعه ما في وقت. اكثر ماده دراسيه محبوبه لديك. يلا ولا شيء. اكثر ماده دراسيه تحبين ايش الماده؟ مثلا تحبين الرياضيات، تحبين الفقه، تحبين كذا، تحبين ال ال المشكله نسيت الكتب حقتك. يلا ثلاثه. افضل ماده تربيه دينيه. افضل ماده تحبينها في المدرسه. علوم انجليزي جغرافيا تاريخ. ها اعطوني اسمها هي عشان اعرف انا. خلاص كذا خلصتوا؟ لحظه لحظه يلا بسرعه الوقت. ما في هذا مش فاضي ترى. ما في شريحه اذا صوتوا بطيئين. خلاص ما شاء الله جواهر كتبت ما شاء الله برافو عليها. يلا خلاص انا خلصت. لا تقلدني. لا لا تقلدني. اكتبي انت تقول كذا تقلدني. طيب يلا اوكي يلا اوكي. يلا ترى بدون ابغى بالعكس حاجه عندك انت. رقم اربعه بعد الماده الدراسيه المحبوبه المكان الذي تحب زيارته كثيرا. احلى مكان تحبين تزورينه. يلا اكثر مكان احلى مكان تحبين تزورينه. كيف يعني؟ اكتب اسمه. كيف يعني؟ اوكي يعني حديقه مدينة. اكثر مكان تحبين تزورينه. مكان، حي، بيت، ناس معين، ملاهي معينه، مدينه العاب معينه، تحس جدتك، مول، بيت خالتك، بيت جدك، بيت خالك. اكثر مكان تحبين تزورينه. ايش هو اكتبه؟ مكان واحد. مكان واحد فقط. خلصتوا؟ اللي خلصت جواهر ما شاء الله خلصت والله برافو عليك. انا خلصت. انا خلصت. جواهر ما شاء الله خلصت وما شاء الله افضل وحده وخط جميل واسم موجود ما شاء الله. يلا لا ما شاء الله كلهم كلهم ما شاء الله برضه جمانه ممتاز. خلصت؟ خلصتي؟ رقم اربعه حلو ممتاز. خلصتي يا رغد برافو عليكي. طيب مين كمان؟ اعطيني. خلصت مين؟ لانا. باقي رن. خلصتي لانا؟ اعطيني قلم ثاني. يلا برافو. خلصت. لحظه لحظه خلصت الاكله؟ لا خلاص نسيت الاكله. ابغى اغيرها. تبغى تغيرينها؟ يلا غيري بسرعه. قلم بسرعه. يلا 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 هذا قلم. بسرعه بسرعه الوقت الوقت قاعد يمشي. واضح سريع. اللعبه طويله ولا ما شاء الله. يلا أوه. ها لا يلا ها خلصنا. ايوه ممتاز. يلا احنا الان عندنا طبعا الله. اتصال بدون صوت بدون كلام ها مع ام لانا. ايش فكره؟ لحظه قبل ناخذ اتصال يا جماعه. لحظه قبل ناخذ اتصال نبغى نقول للبنات ايش الفكره. الفكره الفكره انه حناخذ اتصال مع كل ام بنت معانا هنا حنسألها نفس الأسئلة الأربعة. طبعا احنا عندنا أربع أسئلة في خمسة بكم؟ ب 20 صح؟ لو جبت جابت الأمهات معاكم أنتم لو جاب 15 من 20 15 من 20 صحيحة تاخذون الشريحة. طيب أنا عندي دكتور. والله مشكلتك. خلاص 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 بدون كلام الآن ها؟ الآن سلام عليكم أم لانا. عليكم السلام. حياك الله وكل عام وأنت بخير. وانت بخير ان شاء الله. الله يسعدكم ويحييكم يا رب. الله امين. تسلمين تسلمين. الان السؤال الاول طبعا نبغى نسجل. لحظه لحظه كذا
لحظة يا ربي يا أم لانا. أيوة. من هي الصديقة المفضلة لبنتك لانا؟ أعطينا قلبك. ليان. ليان؟ ليان. طيب الأم تقول ليان، ممتاز. هنا لانا. طيب الأكلة المفضلة للانا؟ نعم. الأكلة المفضلة، الأكلة اللي تحبها لانا؟ ملوخية. ملوخية. حركات يا لانا، حركات، بالعافية. طيب المادة الدراسية المحبوبة عند لانا؟ الرياضيات ولغتي. الرياضيات، نكتب واحدة يعني؟ الرياضيات. طيب طيب المكان الذي تحب زيارته كثيرا لانا؟ بيت جدها. بيت جدها، شكرا، شكرا لك يا ام لانا، وسعدنا بك. الله يحفظك. الله يعطيكم الذكر. الله يحفظك في امان الله. بيت جدها. طبعا اجابات لانا يا جماعه، هي تحب الصديقه، الصديقه لها اسمها مرح. تمام. ايه صبرت لانا على الهواء، صوروها لنا. والاكله المفضله عند لانا المحشي. المحشي. والله ما شاء الله، ملوخيه ومحشي. المحشي سجلها هنا، هنا انا سجلها. يلا. والماده الدراسيه المحبوبه الرياضيات، صحيحه الرياضيات. والمكان الذي تحب زيارته كثيرا مكتوب المول. المول كاتبه المول. ثلاث اجابات مختلفه، اذا ثلاث اجابات مختلفه من اصل اربع اجابات. وشكرا لانا. اعطونا الاتصال الثاني مع مين؟ مع ام رغد. ام رغد، وين شباب؟ اعطونا في مساحه نمسح يلا باليد. مين معانا؟ ام جمانة، حياك الله يا ام جمانة. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير ومبارك عليك الشهر. علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم امين. شكرا، شكرا لك يا ام جمانة. الان مباشره يا ام جمانة نسال الاسئله. ايوه. من هي الصديقه المفضله لجمانة؟ لمار الزامل. لمار، ممتاز. لمار. الأكلة المفضلة عند جمانة؟ الأكلة؟ الأكلة، أيوه الأكلة تحبها. لا لا كثير جمانة. تحب البيتزا، تحب الحمص. البيتزا، لا أعطيني واحدة، أحلى شيء تحبه. البيتزا. بيتزا، طيب. تحب البيتزا يا جمانة؟ خلاص نجيب. طيب بيتزا. بيتزا، طيب المادة الدراسية المحبوبة اللي تحبها لانا جمانة كثير؟ العلوم. العلوم، ممتاز. والفنية. لا نبغى مادة واحدة. العلوم. العلوم. طيب المكان الذي تحب زيارته كثيرا جمانة؟ بيت جدتها. بيت جدتها، هذا أكثر مكان تحبه صح؟ أيوه. بيت جدتها. طيب شكرا. اللي هو اللي هي الماما، تسميها ماما الكبيرة. الماما الكبيرة، الله يحفظها لكم يا رب، الله يحفظها لكم ويطول بعمرها بخير وصحة وسلامة. آمين، وأمهات الأجمعين. آمين، شكرا يا جمانة، في أمان الله، مع السلامة. مع السلامة. طيب الآن هذا جمانة الزرقاء. يلا يا بوري بسم الله. ايوه الإجابة الأولى الصديقة المفضلة لمار. أيه. صح لمار، صح. يلا وريك الأكلة المفضلة. هنا مكتوب جريش. جريش. جريش، طيب. وبيتزا جبناها جريش. عادي. لا برافو. يلا المادة المفضلة لديها العلوم، صح. العلوم، صح، برافو. ورينا الكاميرا، ورينا الكاميرا. وش اسمه المكان؟ المكان بيت جدتها. بيت المعرفة. جدتها، صح، ما شاء الله، ثلاث اجابات من اصل اربعه. وبالفعل يعني ممكن يعني بيتزا، يعني النتيجه الان عندكم اربعه. اربعه الان جبتوا. ايوه انا امي، انا واحد، انا ثلاثه. برافو، ممتاز، ممتاز. اذا يا سلام، نروح مباشره الان لمين؟ مين معنا؟ معنا بوري. ايوه معنا ام جواهر. ام جواهر، السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بصحة وسلامة. بسم الله. عندنا أسئلة. آمين يا رب، وياك يا رب. عندنا أسئلة نبغى إجاباتك عليها على جوال. أشكركم أولا، أشكركم على البرنامج الرائع. شكرا. الله أشغلتوني، ما أدخل المطبخ. الله يسعدك، يعطيك العافية. دعواتك لنا، دعواتك لنا يا أم جواهر. الله يسلمك، الله يحفظك جواهر. طيب جواهر، السؤال الأول لجواهر، الصديقة المفضلة لجواهر؟ عبير. عبير؟ أيوه. طيب عبير، ممتاز. الأكلة المفضلة؟ أتوقع يعني أصابع الدجاج، برجر من هالود كذا. أصابع الدجاج برجر. طيب احنا شنو فين لحظة بشوف عشان خليت أثبت على حاجة واحدة. طيب الموجود ما غيرتيها. يلا سبحان الله هيك. حتى لو قال يلا نكتب همبرجر يعني؟
همبرجر همبرجر. طيب المادة الدراسية المحبوبة هي عندها لغتي والرياضيات. لغتي أعطينا واحدة منها. يلا لغتي جواهر. لغتي لغتي يلا اسألوا جواهر. لغتي طيب. لغتي حلو. اللغة العربية. طيب المكان الذي تحب زيارته كثير الحين ممنوع نسأله الآن. لغتي اللي تحب زيارته كثير. المكان أتوقع يعني عالم جمولي أماكن ترفيهية. حلو أماكن ترفيه يعني ألعاب يعني؟ إيه الألعاب هذه دائما ألعاب. طيب يعطيك العافية شكرا لكم جواهر. عندي طلب عندي طلب يا دبور. تفضل 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 تفضل. أعطوهم الشرايح إن شاء الله. إن شاء الله ما ردك أبشر إن شاء الله. إن شاء الله يفوزون بس إن شاء الله يفوزون إن شاء الله يفوزون. يلا تمام جواهر مع السلامة. شكرا. طيب الآن ما شاء الله تبارك الله أعطيني يا بوري. يلا بسم الله. الصديقة المفضلة عبير. عبير صح. يا سلام. الأكلة المفضلة كانت همبرجر. كان بالفعل كانت همبرجر كافة في مقلوبة راحة شعبي مطازيز. يا أختي خليك على الفاست فود. ايه مطازيز هنا بيتزا وجريش مطازيز. طيب مطازيز يلا. المادة 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 المفضلة اللغة العربية. لغتي صح. لغتي صح. اثنين ها المكان ايوه تويز ار اس يعني العاب. العاب صح. محل العاب صح. محل العاب صح. برافو. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا مين معانا؟ لا ترسلينا لا ترسلينا افتحي صوري. مين معانا يا جماعه؟ اعطونا امرنت. حياك الله امرنت. يلا عبوري معك امرنت. الله يحييك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا امرنت. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. علينا وعليكم الله يحفظك. مباشره يا امرنت اكيد عارف الفكره. الآن نبدأ بسم الله. صديقة رند المفضلة عندها أول واحدة من هي؟ صديقة شهد. المقربة شهد. شهد؟ أيوه. طيب ممتاز. الأكلة المفضلة يا أم رند؟ أندومي. أندومي سجل أندومي سجل. ومسوي عندنا الله. سلام يا سلام. طيب اندومي. يلا نشوف المادة الدراسية المحبوبة. والله تحب الرسم بس احيانا العلوم والرياضيات. طيب العلوم والرياضيات نسجل علوم يعني؟ ايه سجل علوم. يلا طيب المكان الذي تحب زيارته كثيرا اكثر مكان تحب زيارته؟ والله تحب الاماكن الترفيهية الالعاب وكذا بس المول يعني عموما. المولات؟ المول او زيارة خالتها او طيب مول. طيب مول احنا اخذنا المول منها عشان نبغى نبغى نفوزهم ها. يا سلام يعطيك العافيه يا امرن. شكرا لك. بارك فيك. شكرا استاذ. الله يحفظك. مع السلامه. طيب الان شهد صديقي المفضل ابو شهد اليامي. ممتاز شهد اليامي صح. يا سلام. الاكله المفضله كاتبه لي هنا احب المعجنات وملفوف هنا اندومي. ملفوف اندومي يا بنت الناس اندومي. يلا حمد بس اي نكهه دجاج ولا الخضار؟ اول شيء يا رب العافية. طيب بتحب الملفوف اذا خطا. المادة الدراسية هنا كانت علوم. علوم صح. المكان المحبب لها؟ لا امها قالت مول وهي هنا كانت هي كانت باخذ معطى مول. طيب يعني تختار لي واحد معايا تختار لي واحد بس يعني صح. يلا صح. يلا ممتاز صح. شكرا شكرا. مباشر اخر بنت معانا اليوم رغد. حياك الله يا ام رغد. أم رغد. أم رغد السلام عليكم. رغد تحب الطيور في البرنامج لكن يبدو أنها تخاف من الطيور. تخاف؟ ما أدري. عندكم طيور في البيت ولا لا؟ إيش؟ ما عندكم؟ رغد رغد عندكم طيور في البيت؟ ما عندكم. طيب أم رغد معانا؟ طيب إحنا الآن إحنا الآن كم كم شباب حسبتوا كم إجابة صح وكم إجابة خطأ؟ 10 صح. يا سلام لكم مني الآن. لو رغد جابت لو رغد طيب لو جبتوا لو جبتوا الان لو جبتوا الان من رغد ثلاث اجابات صحيحه فوز. ثلاث كويس ولا اربعه خليها ثلاثة 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 فايز. اعطيكم الشريحة. يا رب يا رب يا رب. يعني لو واحد خطا ما عندي مشكله. لو اثنين خطا عند رغد اثنين خطا معلش ما نعطيك. لا 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 حرام خل اثنين خطا نمشيهم. الله يلا يستاهلون اثنين خطا. معانا ام رغد الان. حياك الله ام رغد. الله يحييك يا هلا اخوي. مبارك عليك الشهر ام رغد. علينا وعليك الله يسعدك. طيب نسألك مباشرة أم رغد الصديقة المفضلة عند رغد مين؟ غلا. مين؟ غلا غلا غلا. طيب يلا ريري خلينا نشوف معك الأكلة المفضلة. هي جات معانا قبل كذا ها؟
اتوقع جريس. لا حاولي تفكري مرة، فكري فكري الله يرضى عليك. فكري مرة تفكري. تحب العشاء على اشياء فاست فود يعني؟ ها برجر. برجر. برجر طيب. المادة الدراسية المحبوبة عند رغد؟ رياضيات. رياضيات. فكري مبغض، فكري 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 مبغض. وسريعة ولغتي. نعم. حاولي تتفقهين في الإجابة. فقه تحب الفقه. فقه طيب. طيب المكان الذي تحب زيارته كثيرا؟ بيت جدتها. فكري مبغض، فكري 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 الله يرضى عليك. العاب تروح العاب ملاهي الله يجزاك خير مرات. شكرا شكرا مرات، مع السلامه. فزنا فزتي. طيب نشوف بعد مستانسين فزتوا. يلا الصديقه المفضله مين؟ نوره. نوره يعني هنا نوره وهنا هنا غلط يعني خطا ما شاء الله. الاكله المفضله مثل ما قال لا هنا برجر وهي قالت هنا همبرجر همبرجر همبرجر. طيب الاجابه صحيحه صح. الماده الدراسيه فقه. فقه صح. الملاهي ملاهي. فزتوا بالشريحة، مبروك عليكم الشريحة. يلا فزتوا.